من الملفات الأخرى اللي يبحثها مجلس الوزراء الملف الاقتصادي من أبرز عناوينه ما جاء بتقرير الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور الذي عقد بالأمس وأوصى فيه بضرورة الانتهاء من تحديد الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى للأجور قضية المواطنين في انتظارها تأخرت كثيرا، الأسباب غير معروفة لنا، إيه سبب تأخر الاتفاق على الحد الأدنى للأجور؟ كل يوم بنسمع سبب شكل، كل يوم بنسمع رقم مختلف عن الرقم اللي قبله. طبعا لما القرار بيتأخر بتبتدي الشائعات تحيط بهذا القرار، ويعني من المفترض أن يكون في خطة زمنية مطروحة أمام الناس، من المفترض أن يكون في شكل لما يتم طرحه ومناقشته، خاصة لما يكون الأمر مرتبط بحياة المواطن وبحياة البيت المصري بالكامل. آخر كلام، اجتماع المجلس القومي للأجور امبارح قال انه يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله هيكون في جلسة، الجلسة دي سيتم من خلالها تحديد الحد الأدنى للأجور. يا مسهل، الجميع في الانتظار. خلينا نسمع الآن مدير تحرير جريدة الأخبار والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء الأستاذ عيسى مرشد على الهاتف. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بيك أستاذ عيسى. يعني من ضمن الأمور المطروحة النهاردة في هذا الاجتماع برئاسة حازم الببلاوي موضوع الحد الأدنى للأجور، إيه الأولويات كمان المطروحة؟ هو أنا عايز أقول لحضرتك معلومة مهمة. اتفضل. أن موضوع الحد الأدنى مش هيطرح النهاردة في الجلسة دي، لأن تم تأجيله في الأسبوع اللي جاي بناء على طلب ممثل الاتحاد العام للعمال. طلبوا فسحة من الوقت من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وهو الوزير الذي يرأس المجلس القومي للأجور. قالوا له ادينا فسحة من الوقت عشان يتم الاتفاق مع أصحاب الأعمال وأصحاب المنشآت حوالين حد الأدنى للأجور، خصوصا أني هناك برفع هذا الحد ليتفق وما هو مطبق في باقي الهيئات الاقتصادية على أن يلتزم القطاع الخاص بهذه المنظومة. وتم الاتفاق على أن يتم عمل اللجان الفرعية بالمجلس القومي للأجور طول هذا يعني اليوم وغدا ثم يوم السبت والحد والاثنين على أن يعرض التقرير في صورته النهائية في جلسة العمل للأجور يوم الثلاثاء اللي جاي، وبعد كده تم الإقرار، حيتم عرض مجلس الوزراء باجتماعه بإذن الله في الأسبوع المقبل يوم الأربعاء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي. يعني في نتيجة هيخرج بها الاجتماع الأسبوع اللي جاي، ولا لسه الاجتماع منعقد فقط لطرح مقترحات وإلى آخره؟ لا، ده أنا عايز أقول اللجان الفرعية هي اللي شغالة بتاع المجلس القومي للأجور، لكن مجلس الوزراء النهاردة قدامه مجموعة من المبادرات التخفيف عن الناس وإقرار منظومة جديدة للأمن بحيث يتم استقرار الأمن مع بداية العام الدراسي، والناس تبقى مطمنة على عمليات ووصول ولادهم للمدارس وعودتهم، وتوفير مجموعة السلع الأساسية اللي هي الخاصة بالمواد التموينية والأساسية في المجمعات بالصورة اللي أقرتها الحكومة وتخفيض سعرها من 10% إلى 15%. يضاف إلى ذلك أن الحكومة حريصة على أن يتم بدء العام الدراسي بصورة آمنة، إقرار عملية التغذية المدرسية، خصوصا أن كان في اجتماع مؤسس خاص بهذا الأمر. وأعتقد أني خلال الأيام القادمة على مع بداية الأسبوع هيتم تحديد المدارس اللي هيتم منحها الأغذية المدرسية. يضاف إلى ذلك أن سيتم عرض تقرير النهاردة، والمجلس بدأ الساعة 11، وحيتم عرض تقرير أمني خاص بالموقف الأمني وتطبيق قانون الطوارئ طبعا اللي هو تم مده بناء على قرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت. تم مد الطوارئ لمدة شهرين، وحظر التجوال هناك مقترحات بشأن تخفيف مدة حظر التجوال مع يوم السبت اللي هو يوافق 21 سبتمبر، بيبدأ من 12 مساء حتى 5 صباحا، حتى تتاح الفرصة لعمليات التعليمية أن تسير بأمور هادئة ويتم إطمئنان الجميع على هذا الأمر. وفي تقرير اقتصادي هيعرضه الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، هيتم عرض هذا التقرير بشأن الأداء الاقتصادي واحتياطي النقد الأجنبي والإجراءات المتدينة
المتسارعه التي نفذتها الحكومه بعد توفير 22.5 مليار جنيه استثمارات اضافيه لتدخل لانهاء المشروعات العاجله حتى يحس المواطنين بما تؤديه هذه الحكومه وبما تفعله لصالح جموع الشعب. الامر الذي يخفف العبء علينا جميعا والوصول بمعدل النمو الى 3.5% مع نهايه هذا العام الحالي. انا عايز اقول ان المنظومه الاقتصاديه اللي عملتها حكومه الدكتور البدلاوي لو تم تطبيقها ومتابعتها بالصوره الجيده ستحقق نتائج، خصوصا انها ستعمل على طرح 50,000 وحده سكنيه لمحدودي الدخل والفئات الاولى بالرعايه خلال الفتره اللي جايه، وهيتم تعديل منظومه الاجور بصوره متكامله عشان مع بدايه عام 2014 يكون هناك سياسه جديده للاجور في جميع قطاعات الدوله تواجه موجات التضخم والغلاء الذي يعاني منه الشارع المصري في الفتره الحاليه، وخصوصا بعد تداعيات ثوره 25 يناير والتباطؤ الاقتصادي. طيب استاذ عيسى، سؤال اخير، حضرتك في سياق كلامك قلت تأمين المدارس، في اي معلومات توفرت عند حضرتك خاصه بتأمين المدارس؟ يعني ايام خلاص على بدايه العام الدراسي. انا هناك خطه مهمه بشان تأمين المدارس، واعتقد عمليات التأمين بنشارك فيها وزارات الداخليه والدفاع بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم، وسيظهر اثر هذا في اول الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، بحيث اولادنا يبقوا امنين في غدوهم ورواحهم، الامر الذي يؤدي بالعمليه التعليميه الى الامام وتحقق اهدافها باذن الله، وانا اعيش في وطن امن مطمئن بعيدا عن ايادي الارهاب الملوثه بالدماء. شكرا لحضرتك استاذ عيسى مرشد، مدير تحرير جريده الاخبار والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء على هذه المعلومات.